الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم 17 من شهر رمضان المبارك. إخوة الإيمان، إن من يقرأ تاريخ أمتنا سوف يجد أن أجل ملاحم انتصاراتها كانت في شهر رمضان، بداية من غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة، وحتى العاشر من رمضان معركة العبور العظيم. ذلك أن جنود الله الذين انتصروا في هذه الملاحم تعلموا من شهر رمضان ثقافة الانتصار، الانتصار على الشهوات، والانتصار على الملذات والأنانية وحب الذات. تعلموا من شهر رمضان العطاء مع الصبر على البلاء. تعلموا من شهر رمضان التحمل مع الرمضاء، والإنفاق رغم الحاجة والاحتياج. تعلموا من شهر رمضان كيف يتحلون بصفات المحسنين. فما من معركة نفث رمضان فيها بروحه الإيمانية إلا وكان النصر، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن النصر لا يقاس بتوفير القوة المادية والأدوات الحربية وفقط، لكن الانتصار في المعارك العقائدية والإيمانية يحتاج إلى الثبات والإيمان وطاعة الله ورسوله. كذلك من دروس غزوة بدر ضرورة الأخذ بالأسباب واستيفاء القوة المناسبة والمتاحة، ثم التوكل على الله تعالى. كذلك فإن وحدة الأمة من أهم خصائص شهر رمضان ومن أهم دروس غزوة بدر الكبرى، فلا أحزاب ولا جماعات ولا تشرذم في أمة الإسلام رافعين شعار الحق تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، مؤتمرين بأمر الحق سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فاللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الأيام المباركة أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستهل لقاءنا بالذي هو خير، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 34 من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الأخبار والرهبان
إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يؤمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة
ذلك الدين القيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ما لكم
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروا فقد نصر الله فقد نصره الله إذ أخرج فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك والله عليم بالمتقين. والله عليم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 34 وحتى الآية 45 من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم 17 من شهر رمضان. إخوة الإيمان، من دروس غزوة بدر الكبرى ضرورة التخطيط السليم والدقيق في كل شؤون حياة المسلم، فالإنسان المسلم يعرف طريقه إلى ربه ويوازن بين الحياة الدنيا والآخرة. كذلك فإن الشورى كانت من دروس غزوة بدر، حيث لم يستأثر القائد برأيه، وإنما أخذ رأي من حوله من كبار الصحابة واستشارهم للوقوف على الخطة الملائمة. والاستغاثة بالله تعالى من أكبر مقومات النصر، والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، حتى أتاه المدد من ربه تبارك وتعالى، ليعلم كل إنسان أنه مهما توافرت العدة والعتاد فلا يمكن حسم المعركة إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. كذلك فإن تقوى الله إلى جانب وحدة المؤمنين وتآلفهم كانت سببا وطريقا لتحقيق النصر. كذلك انتشار ثقافة المحبة بين المسلمين، وهي من كمال الإيمان. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا اشتغلنا في رمضان بأن نجعل من الحب ثقافة وسلوكا في واقع المجتمع، فسوف يتبدل إلى الأفضل لا محالة، حيث تعلو منابر القيم والخصال الحميدة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يعين عمر بن الخطاب قاضيا للمسلمين، وبعد عام يطلب عمر أن يعفيه من منصبه، فيقول له أبو بكر: أمن مشقة القضاء؟ فيقول عمر رضي الله عنه: لا يا خليفة رسول الله، ولكن منذ اشتغلت بالقضاء ما جاءني شاكيان، فهؤلاء قوم كل منهم عرف ما له فأخذ ولم يزد، وعرف ما عليه فأداه بنفس طيبة. هكذا كان هذا المجتمع الطيب، وكان هذا المجتمع الفاضل، وهذا معلم المأمون، وهو في صغره يضربه بالعصا، يضربه بالعصا دون سبب، فسأله المأمون: لما ضربتني؟ فقال له المعلم: اسكت. ولما أعاد عليه السؤال لم يرد عليه. وبعد 20 سنة تولى المأمون الخلافة، عندها خطر عليه أن يستدعي المعلم، فلما حضر سأله: لماذا ضربتني عندما كنت صبيا؟ فسأله المعلم: ألم تنسى؟ فقال: والله لم أنسى. فرد عليه المعلم وهو يبتسم: لأني أعلم أنك ستكون في يوم من الأيام خليفة المسلمين، وأنا تعمدت أن أضربك دون سبب حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو مجتمع الحب والود الذي ننشده وننشده في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يكتب لنا توفيقا وإحسانا. إخوة الإيمان،
وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك في الرابعة إلا 6 دقائق بمشيئة الله تعالى، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. شهر الصيام بنصره حياه شهر الصيام بنصره حياه الله أكبر فالقلوب ترى شهر الصيام على الوجود هدية جل الكريم جل الكريم وجل من أهداه وبيوم بدر كان نصر محمد وبيوم بدر كان نصر محمد ليصون دين الله جل علاه قم يا رسول الله قم يا رسول الله جاءك عونه تلك الملائك من جميل عطاه جبريل ينزل والملائك خلفه
جبريل ينزل والملائكة خلفه في نصرة المختار يوم لقاه فاستبشر المختار من ذاك النداء حمد الإله بقوله ودعاه فاستبشر المختار من ذاك النداء حمد الإله بقوله ودعاه يا سيد الأبرار يا سيد الأبرار أنت حبيب وصفيه وأمينه وهداه لما دعوت الله جاءك نصره حبيبي يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوت الله لما دعوت الله جاءك نصره وأتاك جند الله من علياه يا رب فاجعل أمننا في أرضنا يا واغفر لعبدك ما مضى رباه واقبل صيام الصائمين واقبل قيام القائمين وقبل صيام الصائمين برحمة أنت الكريم وجل جل الله يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها أم العروبة مصرنا
رب البرية صانها، قال ادخلوا في أمنها وتزودوا من خيرها، قال ادخلوا في أمنها وتزودوا من خيرها. أم العروبة مصرنا كل الخزائن عندها، يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها. أم العروبة مصرنا رب البرية صانها، نفدي ثراها بالقلوب ومن يعاديها يذوب، نفدي ثراها بالقلوب ومن يعاديها يذوب. من مثلها يا هل ترى أم البرايا والشعوب؟ يا مصر يرعاك الإله في كل صوب واتجاه، يا مصر يرعاك الإله في كل صوب واتجاه، يا رحمة المولى التي تعلو بها كل الجباه. صن يا إلهي جندها، صن يا إلهي أرضها، صن يا إلهي شعبها، أنت المهيمن والنجاة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا نبي الهدى، يا رسول السلام، يا حبيب الملك العلام، يا سيدنا النبي صلى الله عليك، صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك 17 من شهر رمضان، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، بعد أن أتم الله النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند القليب وأخذ ينادي قتل المشركين بأسمائهم: يا عتبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا عمرو بن هشام، يا فلان، يا فلان، بئس العشير كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، أتنادي أناسا أمواتا؟ قال: إنهم يسمعونني كما تسمعوني، وما أنتم بأسمع منهم ما أقول، لكنهم لا يملكون الإجابة. وأقام صلى الله عليه وسلم
في بدر 3 أيام، وكانت هذه هي عادة العرب في حروبهم، أن المنتصر يظل في مكان المعركة 3 أيام، ويعتبرون أن هذا هو دليل انتصاره، بدليل أنه ظل في مكان المعركة بينما انسحب الطرف الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، والآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بنبيك العظيم ونسألك بحرمك العظيم ونسألك بحق هذا الشهر العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب أزواجنا وأولادنا من النار وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأرحامنا ومشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا من النار بفضلك يا عزيز يا غفار. وأدخلنا الجنة بفضلك مع الأبرار.
اللهم كما نصرت نبيك في بدر ونصرت جنود الإسلام فانصر جندنا. اللهم كما أيدتهم بمدد من عندك فأيد جيشنا وثبتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لهم التثبيت والتأييد يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم على عدوهم ولا تشمت بنا ولا بهم أحدا من خلقك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه وخذ بناصيتهم إلى طاعتك ومرضاتك يا أكرم الأكرمين. وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك يا أكرم الأكرمين. وأنزل في قلوبهم الرأفة والرحمة والشفقة على رعيتهم إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا واقبلنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تطردنا ومن رحابك لا تحرمنا. اختم لنا بالقبول وبالإيمان واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين. الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وأمنا في صلاة فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم، لكم تحيات محمد الورداني وجلال عبد النبي من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، عبد العزيز الجهني، رامي عبد المنعم، وأحمد الحاروني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعدت بحضراتكم من أسرة المذيعين بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من رمضان من عام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من شهر إبريل من عام 2022 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.